بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، معلم البشرية وهادي الإنسانية، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. معالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، وراعي المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. معالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، مدير جامعة الملك عبد العزيز. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من رسالتها بأن تكون شريكا في النهضة العلمية والتطوير الفكري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، تسعد جامعة الملك عبد العزيز في هذا المساء، مساء يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ربيع الأول، الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1429، بافتتاح المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي والاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. ويعقد هذا المؤتمر برعاية كريمة من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وهذا المؤتمر ينعقد تحت عنوان 30 عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي، حلول وتطبيقات لقضايا إسلامية معاصرة. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في جامعة الملك عبد العزيز. خير بداية آيات من كتاب الله يتلوها الطالب سلطان صالح العمودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام، قبل 30 عاماً كان لجامعة الملك عبد العزيز شرف الريادة في تنظيم أول مؤتمر للاقتصاد الإسلامي، وتحديدا في عام 1396. انطلق ذلك المؤتمر من أطهر بقعة على وجه الأرض،
من مهبط الوحي وقبلة الإسلام من مكة المكرمة، وكان من ثمار ذلك المؤتمر إنشاء مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. واليوم يقف مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز شامخاً مع العديد من المراكز العلمية التي تفخر بها جامعة المؤسس، كمركز التميز لبحوث الجينوم الطبية، ومركز البحوث والتنمية، ومركز أبحاث المياه، ومركز الملك فهد للبحوث الطبية، ومركز التميز في الدراسات البيئية. يقف مركز الاقتصاد الإسلامي مؤدياً رسالة هامة، وليكون مركزاً رائداً في بناء الفكر الاقتصادي الإسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة والنظرية والتطبيق والموضوعية والحيادية في الدراسات الاقتصادية الإسلامية. الكلمة الآن لسعادة الدكتور عبد الله قربان تركستاني، مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير التعليم العالي بالنيابة الأستاذ الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، سادة الضيوف الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الساعة المباركة أتوجه بالدعاء والشكر لله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ويسر إعداد هذا المؤتمر الذي يأتي امتداداً لجهود جامعة الملك عبد العزيز في نشر العلم والفكر والثقافة، حيث سبق وأن تشرفت بتنظيم أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة فرع الجامعة في عام 1396 هجرية، وبرعاية كريمة من المغفور له جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود يرحمه الله. وكان من ثمار هذا المؤتمر إنشاء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، وذلك في منتصف عام 1397 هجرية. أجد هذه المناسبة سانحة طيبة ليعود الشرف لهذه الجامعة العريقة في تنظيم المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي. أتوجه بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمد الله في عمره على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وإلى معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور مطلب بالنيابة الأستاذ الدكتور مطلب النفيسة على هذا الدعم المتواصل والرعاية لأعمال المؤتمر منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح واقعا ملموسا، وإلى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب لرعايته واهتمامه وتوجيهه المستمر لإخراج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بسمعة ومكانة هذه الجامعة. وشكري موصول لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الذي أشرف إشرافه مباشرة على الإعداد لهذا المؤتمر، ومنحنا الجزء الكبير من الوقت ووقف بجانبنا وظل معنا في الصغيرة والكبيرة، فجزاه الله خير الجزاء. الشكر موصول لعميد كلية الاقتصاد والإدارة دكتور هشام برديسي على وقفته الرائعة ودعمه للمؤتمر بالكادر البشري الذي ساهم بجهد مقدر في دفع العمل في المؤتمر. أسأل الله أن يجزي كل هؤلاء وغيرهم خير الجزاء. الحضور الكريم مما يثري الصدر ويفرح القلوب ويبعث في نفس الأمل والرجاء أن ما نلمسه اليوم من تطبيقات معاصرة في الاقتصاد الإسلامي في المصارف الإسلامية أو التأمين التعاوني أو غيرها كان من نتائج المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي.
إذ أقبل الباحثون بعد انعقاد هذا المؤتمر على تقديم البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، فأصبح لهذا الفرع من العلوم شأناً وأي شأن. ليس ذلك على مستوى الدول والبلدان الإسلامية فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الدول الغربية، حيث تم إنشاء كرسي للاقتصاد الإسلامي بجامعة رايس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبنت كذلك جامعة هارفارد برنامجاً سنوياً في التمويل الإسلامي، كما أدخلت جامعة لفبرا ببريطانيا برنامجاً تدريسياً تمنح بموجبه ماجستيراً في الصيرفة الإسلامية، وغيرها من الجامعات في أستراليا وكذلك أخرى جامعات أخرى ببريطانيا. الحضور الكريم، لقد انتشرت المصارف الإسلامية في أكثر من 52 دولة حول العالم، وبلغ عددها في نهاية عام 2006 حوالي 350 مصرف إسلامي، إضافة إلى فروع المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية التي تقدر بأكثر من 320 بنك على مستوى العالم. وكان هذا النجاح سبب في اتجاه المؤسسات الغربية بتقديم فرص استثمارية وفتح نوافذ إسلامية كبنوك ربوية كبنوك تقليدية مثل سيتي بانك الذي فتح فرعا في مملكة البحرين وغيرها من المؤسسات. كما أن هناك مؤشرات مالية إسلامية لها ثقل اقتصادي كمؤشر داو جونز الإسلامي ومؤشر سيتي جروب، كل ذلك بفضل جهود العلماء المخلصين الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إخراج مكونات الفقه الإسلامي وروائعه وتقديم الحلول والمعالجات لكثير من القضايا الاقتصادية المعاصرة. الحفل الكريم، لقد تقدم للمشاركة في هذا المؤتمر أكثر من 200 باحث من داخل المملكة العربية السعودية ودول العالم الأخرى، وقد اختارت اللجنة العلمية لهذا المؤتمر حوالي 30 بحثاً وورقة علمية، كما استكتبت قرابة 13 بحثاً في موضوعات محددة مختلفة تهدف بذلك إلى ترشيد وتطوير البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. وتشكل هذه الأوراق في مجملها فعاليات هذا المؤتمر الذي نتمنى له كل توفيق. وفي الختام، يسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم في الإعداد لهذا المؤتمر، ونخص منهم الأخوة الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمؤتمر واللجنة العلمية وبقية اللجان الأخرى، وللشركة المنظمة لهذا المؤتمر، الشركة العربية، ولتلك المؤسسات الداعمة من مصارف ومؤسسات تجارية مختلفة الذين دعموا وقدموا شراكات لهذه الجامعة من خلال هذا المؤتمر. كما أقدم الشكر الخالص للبنك الإسلامي للتنمية ممثلاً في معالي الدكتور أحمد محمد علي لدعمه لهذا المؤتمر والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي. أتمنى للمؤتمر التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي أنتجت العديد من الدراسات والتوصيات، كانت ثمار 6 مؤتمرات في الاقتصاد الإسلامي انطلقت من أرض الحرمين الشريفين إلى الباكستان، إلى ماليزيا، إلى المملكة المتحدة البريطانية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، وهي تعود إلى المملكة العربية السعودية. كلمة رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي يلقيها رئيس الجمعية الدكتور معبد الجارحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الأستاذ الدكتور مطلب ابن عبد الله النفيسة وزير التعليم العالي بالإنابة، معالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق الطيب رئيس جامعة الملك عبد العزيز، سعادة الدكتور داتو جعفر أزنان نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله قربان تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، الإخوة الكرام، السادة
أساتذتنا العلماء وضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاقتصاد الإسلامي ينهل من البركات، وأول مصدر من مصادر البركات لهذا الفرع الطيب من فروع المعرفة الإنسانية هو أنه ينبع من شريعة السمحاء، ومن منابع البركة التي نهل منها هذا الفرع أنه بدأ ونشأ في عصره مرحلته الحديثة في أول مؤتمر عقدته هذه الجامعة المباركة في رحاب أم القرى، أحب بلاد الله إلى الله. ولقد أصبح بعد 30 عاما أصبح هذا الفرع من فروع المعرفة يعتد به ويدرس في الجامعات ويخرج المتخصصين، وشاع تطبيقه خاصة في مجال التمويل الإسلامي الذي أصبح الآن تصل حجم الأصول فيه إلى ما يتجاوز 500 مليار دولار، وما يقارب ربع الصناعة المصرفية في دول الخليج، ونتوقع أن يصل إلى ثلث حجم هذه الصناعة خلال بضع سنوات. ولم تكن هذه المسيرة المباركة لتتم لولا أن قامت هذه الجامعة بجمع المتخصصين في هذا الفرع من فروع المعرفة في أول مؤتمر في مكة المباركة، المؤتمر العالمي الأول. والآن نعود إلى هذا المعين المبارك لننهل منه، وننهل أيضا من كرم ورعاية هذه المملكة المباركة ومن رعاية خادم الحرمين الشريفين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للاقتصاد الإسلامي الفرصة لأن يقدم للبلاد الإسلامية المنافع المنتظرة على كافة المستويات، وأن تستفيد منه الدول الإسلامية والحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا البلد الطيب وهذه الجامعة الطيبة والمملكة حكومة وشعبا خير الجزاء عما قامت به من خدمات لخدمة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للبنك الإسلامي للتنمية في هذا الحفل الافتتاحي كلمة يلقيها الأستاذ جعفر أزنان نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية. The Islamic Bank Development is presented tonight by Mr. Jafar Aznan, the Vice President of the Islamic Development Bank. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency, the Acting Minister of Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency, the President of King Abdul Aziz University, the President, International Association of Islamic Economics, the Director, Center for Research in Islamic Economics, distinguished scholars, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great honor for me to represent the Islamic Development Bank Group in this inaugural session of the 7th International Conference on Islamic Economics and Finance. This conference offers a unique platform for dialogue among scholars, practitioners, teachers, and students in the area of Islamic economics and finance. The King Abdul Aziz University is the birthplace of this important series of conferences. It was this university which has visualized the conference series, organizing the first conference in 1976,
just after the establishment of the Islamic Development Bank in 1975. The first conference was instrumental in establishing the Center for Research in Islamic Economics, which is now a premier specialized institution of its type. Over the last 30 years, substantial achievements have been made in the area of Islamic finance, both in terms of academic work as well as practices. However, significant gaps exist in the area of Islamic economics. I wish and I hope that this conference addresses the challenges facing Islamic economics thoroughly and creates initiatives and action plans that can ensure development of the subject as a scientific discipline and making it more applicable for public policies. Ladies and gentlemen, as you are aware, the Islamic Research and Training Institute, or ITI, is a knowledge arm of the Islamic Development Bank Group. It is committed to the development of Islamic economics and finance as scientific disciplines in facilitating the practical application of these principles through different activities and programs. Over the years, ITI has contributed significantly towards achieving its vision in collaboration with partner institutions, especially the Center for Research in Islamic Economics of this distinguished university, and scholars through research studies and conferences, training programs, and information services. Looking ahead, the Islamic Development Group has adopted its Vision 1440 Hijrah and has embarked upon implementation of the vision. The Vision 1440 Hijrah has adopted comprehensive human development based on the Maqasid al-Sharia as a core concept for development. In implementing the strategic thrust, the Vision 1440 Hijrah assigns special role to IRTI as the specialized knowledge organ of the Islamic Development Bank Group. In turn, IRTI is in the process of revitalizing its various programs in supporting the development of Islamic economics and finance as scientific disciplines as well as practical application of the principles. Information and communication technology will also play a key role in developing knowledge and in sharing it effectively for meeting the challenges. Another important aspect of the new orientation would be to further strengthen collaborative activities and programs in partnership with sister institutions like the Center for Research in Islamic Economics and scholars like the participants in this conference. On behalf of the Islamic Development Bank Group, I once again extend our profound thanks and appreciation to the International Association of Islamic Economics and the Center for Research in Islamic Economics of King Abdul Aziz University, which in collaboration with IRTI have jointly organized this conference. All those institutions and individuals who have supported the organization of the conference also deserve our special thanks and appreciation. I also thank all who will attend and will be speaking during the conference. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جامعة الملك عبد العزيز منارة علمية في التعليم الجامعي والبحث العلمي، أخذت على عاتقها إقامة وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية في شتى المجالات والمعارف، حتى أصبحت هذه المؤتمرات سمة بارزة من سمات جامعة الملك عبد العزيز. واليوم ونحن نحتفل بافتتاح المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي، فقد سعدنا في الشهر الماضي بإقامة العديد من المؤتمرات العالمية، كالمؤتمر العالمي لطب الأسنان، المؤتمر العالمي لطب الباطنة، المؤتمر العالمي للأشعة، وما أن تنتهي فعاليات هذا المؤتمر حتى نشرع في الإعداد للمؤتمر العالمي للتقنيات متناهية الصغر. عمل دؤوب، مؤتمرات وأبحاث تسهم في إثراء الفكر والمعرفة الإنسانية، تعاون وتأسيس، وكأن بالتاريخ يقول يا جامعة المؤسس لكل من اسمه نصيب. يا من يسائلني عن وصف جامعتي،
أخشى عليك بأن يسري بك العجب، فاسم جامعتي نار على علم، ومجدها اليوم قد ضاقت به الكتب. لنا البدايات في أم القرى انطلقت إلى السرات التي قد هزها الطرب، ومن تبوك إلى جازان ملحمة مدادها التبر والياقوت والذهب. عبد العزيز لها اسم يشرفها، إنا إليها بكل الفخر ننتسب. الكلمة الآن لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، مدير جامعة المؤسس جامعة الملك عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول هذه الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير التعليم العالي بالإنابة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الأجلاء، إخوتي وزملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يختلف اثنان في أن الاقتصاد مقوم من أكثر مقومات الحياة فاعلية وتأثير، لذلك قيل أن الاقتصاد عصب الحياة. ولا أدل على ذلك من أن كل التكتلات العالمية مبنية على أسس اقتصادية، ولا شك أن مؤسسات التعليم وبخاصة الجامعات ومراكز البحوث بها مرتكز رئيس وقاعدة أساسية من مرتكزات وقواعد تنمية الوطن والمواطن، وذلك من خلال ما تقوم به قطاعات الجامعات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحوث العلمية وسائر الخدمات الأخرى التي تقدمها للمجتمع. من هذا المنطلق كان حرص ولاة الأمر حفظهم الله في بلادنا المعطاء على إلاء بالغ الاهتمام بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ودعم المراكز البحثية فيها للقيام بواجباتها في مجال إجراء البحوث العلمية. ولا أدل على ذلك من أن هذا المؤتمر ينعقد تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وذلك تأكيدا على حرصه حفظه الله على تطوير وتنمية الاقتصاد الإسلامي ليكون ذا شأن عال وتأثير فعال في الاقتصاد العالمي. أيها الحفل الكريم، إن من أبجديات التطوير الاستفادة من تجارب الآخرين والوقوف عن كثب على كل المستجدات في المجال المراد تطويره. وهذا اللقاء الذي يجمع المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي ما هو إلا نمط من أنماط مد جسور التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، ليس من أجل تحقيق التعاون المؤسساتي بين مراكز البحوث فحسب، بل من أجل تعميق مفهوم هذا التعاون بين القطاعات المتناظرة والجهات المتوائمة في مراكز البحث وتوثيق عرى التعاون بين المتخصصين والباحثين. لقد كانت جامعة الملك عبد العزيز سباقة ورائدة في هذا المجال، فسارعت بإنشاء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعد أول مؤتمر عقد في الجامعة متناولا الاقتصاد الإسلامي في بحوث ودراسات، وذلك قبل 30 عاما في ذلك المؤتمر الذي افتتحه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله. وكان من تداعيات ذلك المؤتمر إنشاء هذا المركز المتفرد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز. وبحمد الله وتوفيقه فقد قام المركز برسالته وتحقيق أهدافه، مما أهل الباحثين فيه لنيل جوائز عالمية ومحلية، ومنها على سبيل المثال للحصر جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 1402 هجرية، وجائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية لخمس مرات في سنوات مختلفات. كما ساهم المركز في بناء العديد من المناهج العلمية في مجال التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي في عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية.
الجامعة حريصة على الارتقاء بالمركز ليكون ضمن مراكز التميز البحثي في هذا المجال، ليس في الجامعة فحسب ولا في المملكة فحسب، بل على المستوى العالمي بإذن الله. وإنني أجدها مناسبة سانحة أن أعلن عن وجود كراسي علمية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، وهي جاهزة لتبنيها من قبل أهل العلم والرأي في هذا المجال لتطويرها وإفادة المجتمع بها. إن مثل هذه اللقاءات إخوة الكرام تصب روافد ثرة في تجويد الأداء والارتقاء بمخرجات البحوث والدراسات الجادة والإسهام في تنمية المجتمع من خلال التقويم المستمر لبرامج تطوير الاقتصاد الإسلامي. إننا في حاجة إلى إيجاد حلول ناجعة لكثير من القضايا والمشكلات المعاصرة، والكشف عن الإيجابيات لتعضيدها والسلبيات لتلافيها، حتى تجري سفينتنا بعيداً عن اليبس، بل نعمل جميعاً على أن نمخر في عباب العلم المتنامي والإدراك المتناهي والإلمام الواعي بمسؤوليتنا تجاه الإسلام عامة وأسس اقتصاده بصفة خاصة. إخوتي الضيوف، نزلتم من المنازل أفضل الأهل، ووطنتم من المواطن أطيب السهل، فأهلا وسهلا بكم في جامعة الجميع، جامعة الملك عبد العزيز. وباسمكم أجزي أوفر الشكر وأعظم التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعايته لهذا المؤتمر، ولمعالي وزير التعليم العالي بالنيابة على تشريفه حفلنا هذا ومتابعته الدائمة. كما أزجي أوفر الشكر والتقدير لكل الجهات والقطاعات والمؤسسات والشركات والأفراد الذين أسهموا في رعاية هذا المؤتمر والتنظيم له، وجميع اللجان العاملة حتى جاء هذا المؤتمر بصورة مشرقة، متمنيا لكم جميعا التوفيق والسداد، وللمؤتمر تحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله تعالى. وما التوفيق إلا من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام، سخر الله لهذا البلد حكومة تدعم وترعى العلم والعلماء، يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والذي يتشرف المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي بأن ينعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ذخرا للأمتين العربية والإسلامية. كلمة راعي المؤتمر يحفظه الله يلقيها الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وراعي المؤتمر بالإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، مهبط الوحي وأرض الرسالة وقبلة المسلمين، وأنقل إلى مؤتمركم هذا تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله ورعاه بالنجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة. تفتخر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بدورها المنوط بها في خدمة الإسلام ودعم قضايا المسلمين في جوانب الحياة، في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستهدية بتعاليم ديننا الحنيف ومتبعة لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الحفل الكريم، إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه البشرية اليوم ناتجة عن ابتعادها عن القيم والمثل الإسلامية التي جاء بها الشرع الحكيم، فكلما تشربت البشرية بهذه القيم الإسلامية سعدت وازدهرت حياتها ونمت ثرواتها وأصبحت في مقدمة الأمم.
ولعل مؤتمركم هذا يجسد هذه المعاني السامية، فيسهم في تقديم حلول ومعالجات لقضايا اقتصادية معاصرة تمس مصالح الناس ومعاشهم، ولعل تقوية جسور التعاون بين مراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية التي تطبق الاقتصاد الإسلامي يعجل في هذه الحلول ويرقى بتلك المعالجات. أيها الحفل الكريم، أتمنى لهذا المؤتمر أن يعزز مسيرة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وينير الطريق للباحثين في هذا المجال، فيضيف نجاحاً إلى النجاحات التي حققها المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي رعاه جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود يرحمه الله في مكة المكرمة بهذه الجامعة قبل 30 عاماً. وفي الختام أكرر الترحيب بكم في بلدكم المملكة العربية السعودية، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في جهودكم ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، الشكر والعرفان والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم سمة من سمات المسلم، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. دروع تذكارية من اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي، يتفضل بتقديمها معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة ومعالي الدكتور أسامة بن صادق طيب للمكرمين، المكرمين من الشخصيات التي أسهمت في إثراء أعمال المؤتمرات الإسلامية، المؤتمرات الاقتصاد الإسلامي ومركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. الشيخ صالح عبد الله كامل رجل الأعمال السعودي المعروف، ويستلم عن الدكتور أحمد محي الدين. للشيخ صالح كامل الدور الأكبر في دعم مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، فقد تبرع بمبنى المركز في عام 1409 والذي بلغت تكاليفه آنذاك 25 مليون ريال، وما زال دعمه متواصلاً ومستمراً حتى هذه اللحظة بدعمه لمكتبة المركز المسماة باسمه مكتبة الشيخ صالح كامل. معالي الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير مدير جامعة الملك عبد العزيز الأسبق، ويستلمها عنه ابنه ياسر محمد عمر زبير لمعالي الدكتور محمد عمر زبير قصب السبق في تبني فكرة تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، الذي كان من نتائجه إنشاء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالجامعة. يحمل معاليه بين جنبيه حباً كبيراً وتعلقاً بفكرة الاقتصاد الإسلامي، وسخر نفسه وإمكاناته كلها لدعمها ونشرها في كل مكان، فحب بذلك مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي وقدم له كل ما يستطيع، سواء إبان توليه إدارة الجامعة أو بعد تقاعده. الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي الباحث الاقتصادي الأسبق بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي. الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي حاز على جائزة الملك فيصل العالمية عام 1420 للهجرة، وهو من الرواد الأوائل الذين كتبوا في الاقتصاد الإسلامي وما زال يكتب، ولقد نشر أكثر من 40 كتاباً و65 بحثاً في فروع الاقتصاد الإسلامي. الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي أحد مؤسسي مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي وعمل به قرابة 30 عاماً. الأستاذ الدكتور أنس مصطفى الزرقاء الباحث الاقتصادي الأسبق في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي. الأستاذ الدكتور أنس مصطفى الزرقاء أحد مؤسسي مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي وعمل به قرابة 30 عاماً، ولقد حاز على جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي في عام 1412. للأستاذ الدكتور أنس الزرقاء إسهامات مقدرة في مجالات الاقتصاد الإسلامي
وله مشاركات فاعلة في المؤتمرات العالمية، وجهود مميزة في تشجيع ودعم طلبة العلم في الاقتصاد الإسلامي. الدكتور رفيق يونس المصري، الباحث الاقتصادي بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي. الدكتور رفيق يونس المصري من الباحثين الرواد بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بلغ نتاجه العلمي ما يزيد عن 50 بين كتاب وبحث. يقوم الدكتور بالإشراف على حوار الأربعاء بالمركز، ويقدم من خلاله طروحات قوية تعالج قضايا حيوية، وتمتاز كتاباته بالجرأة والرصانة. الأستاذ الدكتور محمد أحمد صقر، للأستاذ الدكتور محمد صقر دوراً بارزاً في تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي أقيم بجامعة الملك عبد العزيز عام 1396، وكان أحد الخبراء الذين أشرفوا على تأسيس مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي. ساهم الأستاذ الدكتور محمد صقر في تأسيس العديد من المصارف الإسلامية، وله كتابات كثيرة في هذا المجال ومشاركات في المحافل العلمية المختلفة. المكرمون من الشركات والمؤسسات الراعي: الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية سيدكو، الراعي الاستراتيجي يتسلمها الأستاذ أحمد باناجة الرئيس التنفيذي. البنك الأهلي التجاري الراعي الماسي يتسلمه الأستاذ أيمن الطيار مدير شبكة الفروع الإسلامية. مجموعة آل طاهر الراعي الماسي يتسلمه المهندس فيصل باخذ لقجي مدير تطوير الأعمال. شركة الخبير للمتاجرة في الاستثمار والتمويل الراعي البلاتيني الأستاذ فاروق علام رئيس قطاع إدارة الأصول. بنك الجزيرة الراعي البلاتيني الدكتور محمد دماس الغامدي. شركة مجموعة الجريسي الراعي الذهبي الدكتور فيصل حمزة علوي مدير عام المنطقة الغربية. مجموعة البركة المصرفية راعي مشارك الأستاذ أيمن أحمد محمد مساعد نائب الرئيس. هيئة الأبوان للخدمات المالية راعي مشارك السيد دانيال عبد الله نائب المدير العام. المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج راعي مشارك الدكتور صالح طاوي العضو المنتدب، الدكتور عمر حافظ الرئيس التنفيذي. شركة التكافل العربية الماليزية راعي مشارك الدكتور صالح طاوي العضو المنتدب. مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الراعي الصحفي الأستاذ عادل الشريف مساعد المدير العام. قناة الاقتصادية الفضائية الراعي الفضائي الأستاذ رياض الودعاني رئيس وفد قناة الاقتصادية.
شركة دار الإيمان، الراعي الناقل الأستاذ أسامة بن يحيى فيلالي المدير العام. صحيفة الاقتصادية، راعٍ مشارك وجد القرشي. بدأنا بحمد الله ونختم بشكر الله مع دعاء صادق بأن يكلل سبحانه وتعالى أعمال المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي بالنجاح والتوفيق، وندعوكم لافتتاح المعرض المناسب المصاحب لفعاليات المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
في الاقتصاد الاسلامي وترجمه كتب الاقتصاد الاسلامي، وفي النهايه عندها صفحه اسبوعيه تنشر يشرح خدمات وصلاحات البنك المجتمع. لا ان شاء الله باذن الله الشيء الأخر الذي يريد أن أقوله أنه الوقف كان أحد الثمار هذا المؤتمر على آخره، لكن الشيء الذي يشير إليه ضرورة التكامل الاقتصادي بين أو التعاون الاقتصادي بين الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية يا إخوتي وضعها الاقتصادي الحقيقي الإنتاجي ضعيف للغاية، فشلنا أن ننتج كعرب رغيفا عربيا، وكمسلمين فشلنا أن ننتج رغيفا إسلاميا. نحن عندنا عجز غذائي كبير في المنطقة، والغذاء الآن أصبح يستعمل وقود، يعني الذرة وكذا إلى آخره بيسووها الآن عشان السيارات والمحركات. فمعنى هذا أننا سنواجه مشكلة كبيرة، لابد من أن ينتقل رأس المال المستثمر في الخارج. وأقول لكم بصراحة أننا استنزفنا مواردنا الذاتية استنزافا أكثر من اللازم، وحصيلة هذه الأموال الموجودة في الأسواق العالمية يجب أن يعاد توظيف قسم كبير منها في ظل التكامل الاقتصادي وفي ظل السوق الكاملة الكبيرة لأن أسواق الصيدليات إلى آخره، وأن يكون هناك تخصص إقليمي بين المناطق العالم الإسلامي. مثلا السودان ممكن أن تكون سلة العالم الإسلامي، السودان بها أراضي واسعة كثيرة، في عندنا موارد مائية وإن كان محدودة في بعض المناطق ممكن الاستفادة منها، عندنا أموال، عندنا عقول. الآن للأسف الشديد العالم الإسلامي الآن يفقد أمواله ويفقد كثير من عقوله أيضا تبني المجتمعات الخارجية. يجب أن نعيد النظر في السياسات البينية بين الدول الإسلامية لكي نبني منظومة اقتصادية تكاملية، ونستفيد يا إخوان من تجربة السوق الأوروبية المشتركة. لولا قيام السوق الأوروبية المشتركة وتنازل الكيانات الصغيرة عن بعض صلاحياتها، هل تعلمون أن في السوق المشتركة أن المواطن الأوروبي في فرنسا في إيطاليا في الأخيره 60% أو 70% من القوانين التي يخضع لها هي قوانين اتحادية، و30% هي قوانين ذاتية للدولة التي يكون فيها؟ العالم الإسلامي عليه أن يتوجه إلى الوحدة بصورة طبعا مدروسة وبصورة ممنهجة في سبيل تحقيق تكتل اقتصادي حقيقي يبني قاعدة إنتاجية كبيرة. هذا لمصلحة الجميع سواء من الذين لديهم وفرة في المال، هذا المال يوظف إلى أصول إنتاجية، وأولئك الذين لديهم وفرة في الطاقة البشرية تتكامل الموارد البشرية. ومن ثم فإنني أدعو المؤتمر أن ينظر في المستقبل سواء المؤتمر القادم أو غيره، نحن مطلوب منا أن نعد الخطط والاقتراحات والبرامج والأساليب والسيناريوهات كيف يمكن أن نحدث تقارب اقتصادي إسلامي للعالم الإسلامي ككل كيانا مترابطا، سواء بالنسبة للسياسة المائية، بالنسبة للسياسة التجارية، بالنسبة للسياسة التصنيع، استزراع التكنولوجيا، إعادة استثمار الأموال، توظيف عناصر الإنتاج بشكل أكثر لمصلحة العالم الإسلامي. النقطة الأخيرة، أتمنى أن يكون في عندنا think tank إسلامي، خبرة بيت خبرة إسلامي في الاقتصاد الإسلامي يعين الدول والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية تستفيد من هذا المخزون. يعني أفكار قد تكون بعضها موجودة بس بعضها موجودة لم تفعل، يمكن نحتاج نبدأ في هذه أفكار عامة، ما راح أخش في التفاصيل لأنه الجزء اللي بعده أهم. في المجال الديني ممكن نعمل وقف للتعريف عن رسول الله السلام في الغرب، للتثقيف الديني لحديثي العهد الإسلام، وأي أفكار مشابهة في المجالات الدينية.
في المجال الاجتماعي ممكن نعمل وقف الثقافة الزوجية، ثقافة الطفل المسلم. احنا الطفل المسلم عندنا ما عنده هوية، اصبح كلنا متأثرين بميكي وتوم جيري، لكن ما في عندنا هوية، ما في عنده أفق. تيجي تسأله سؤال تقول له إيش تبي تصير بكرة، ما يجاوبك، ما يعرف إيش بيصير، بيلعب كورة، يبي يتفرج على فيلم. تسأل طفل أجنبي بنفس العمر إيش تبي تصير بكرة، يقول لك أبي أصير طبيب أسنان، أبي أصير كابتن أو أقود طائرة وكذا. يعني في أمور كثيرة إحنا ممكن نعالجها من خلال الوقت. المجال الصحي كثير منه، يعني في أمور كثيرة إحنا ممكن نوجه هذه الأوقاف إليها. النظافة الصحية، النظافة من الإيمان في الدين الإسلامي. إحنا في العالم الإسلامي كثير عندنا دول فقيرة وفي مشكلة كبيرة في النظافة، ممكن نوجه أوقاف معينة تروح للنظافة. يعني نوع من الأفكار للنظرة المعاصرة اللي ممكن إحنا نطبقها، وربما قد تكون مطبقة زي ما ذكرت، لكن يبغى لها تفعيل أفضل. نعرف إيش ناقصنا، إيش يحتاجه دول الجماعة في هذا البلد أو في هذه الشريحة أو في هذا المكان، عشان ما نكون مقصرين ونأدي عملنا على أفضل وجه. المجال التعليمي، يمكن الأسبوع اللي فات شفتوا أنتوا تقرير كان حق البنك الدولي، طلع في جريدة الشرق الأوسط ومعجم الجرائد الدولية، إن المنطقة والعالم العربي والإسلامي تحديدا عندنا تخلف في ناحية التكنولوجيا والتعليم. ممكن كفكرة إنه إحنا يكون عندنا وقف لإحضار أفضل الكفاءات الغربية للتعليم، وقف لتطوير التعليم في العالم الإسلامي. يعني مشكلتنا إنه إحنا وصلنا إلى أعلى درجات العلم أيام الأندلس، وبعد كده رجعنا إلى الوراء وتقدم الناس اللي تعلموا العلم مننا وينسب الفضل للمسلمين فيه. الوقف الأهلي يمكن النظر المعاصر له ممكن تتعامل هياكل استثمارية ذات أصول متنوعة. يعني ليش لازم أصل واحد؟ ليش دائما عقار؟ أنا ما ضد العقار ولا أبغى العقارين يكرهوني، لكن الفكرة أنه ليش ما ننوع؟ ليه ما يكون فيه تنوع؟ هذا الفكر اللي ممكن إحنا نقدمه في أهل. وضع آليات تساعد الأوقاف المدرة للدخل على مواجهة أعباء الصيانة والتضخم، كثير منها بتموت وحاجة على المشاكل، لكن لما إحنا نضع آليات معينة بهيكلة معينة تساعد هذه الأوقاف على النمو وإنها تؤدي غرضها، معناها إحنا بنحمي هذه الأوقاف وبنحمي الفكرة وبنحمي المستفيد اللي بنوصل له الغرض هذا في الأخير. 100,000 قبل يمكن 10 سنين كانت تنفع فرضا 50 أسرة، اليوم ممكن تنفع 20 أسرة، بكرة بعد كم سنة حتنفع كذا. فالغرض حق الوقف نفسه بيقل يقل يقل وما بيصل إلى غرض المشهود اللي هو يوصل إنه نمكن هذا الخير أو نمكن هذا التبرع أن يصل لأكبر شريحة من الناس، بل ينفعل ويزيد لأنه فيه خير. الدور الفعال المؤسسات المالية والبنكية في تطور هذا الصناعة، هذا الدور أنا حاشر له في النهاية، بس أعتقد إنه إحنا دورنا مفقود اليومين هذه. يعني ما فيش لنا دور المؤسسات المالية أو البنكية، محيدة ويمكن ما جات الفكرة فيها، لكن إحنا دور هذا مفقود. لكن أنا أعتقد أن لها دور إيجابي جدا، حشارككم فيه الآن بطريقة عملية كيف ممكن يكون لها دور مناسب في هذا المجال. It has a focus on Islamic financial services and products. Now, just to give you a bit of history, where we come from, basically Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Now, if you go to Kuala Lumpur, Malaysia, as you all know, we are quite strong in Islamic banking and finance. We have quite a bit of history on that in terms of the growth of Islamic banking and finance in that country. Now, where we come from is basically to offer you an alternative in terms of the types of activities that you can do out of Labuan. But let me say that Labuan is actually still part of Malaysia, although there are two so-called sectors. One is the Kuala Lumpur financial sector, the other one is the Labuan. And how we complement each other later, I will talk to you about it. Now, where I come from is Labuan Offshore Financial Services Authority. Basically, we are the regulator of the offshore centers in Labuan. We are like Bank of Qatar or the Central Bank of Malaysia, the Securities Commission, just like the Saudi Arabia Monetary Authority, we are all combined to one and we regulate the activities in Labuan. Now, I was just saying just now that LOFSA is basically there to incorporate companies for you. If you want to do business in Labuan IBFC, then you need to have a structure, whether it's a company, whether it's a partnership, and we incorporate the company for you.
We also license financial institutions. So if you want to set up an Islamic bank in Labuan, if you want to set up a WAF in Labuan, if you want to set up an Islamic fund in Labuan, or you want to set up an Islamic asset management company in Labuan, then you only need to go to LEPSA to be licensed. But on top of that, other than just licensing, we also supervise the companies in Labuan, the financial institutions in Labuan, and our supervisory standards are all based on international standard. Okay, now this chart is very important. Now, if you want to do any business in this world, you need credibility. And credibility is something that we treasure a lot. Now, most of the offshore centers in this world are regulated under umbrella of fraternity of supervisors. We have the offshore group of banking supervisors, we have the offshore group of insurance supervisors, the Association of Insurance Supervisors, the IOSCO, the International Organization Securities Commission, and the International Islamic Financial Market, which is based in Bahrain. We also have the Islamic Financial Services Board, which was just formed over 5 years ago. Now, these are all very important institutions which set standards for the activities of whether it's Islamic financial activities or conventional activities. Now, to be a member of this fraternity is very important. Again, like I say, you need credibility to be a member, and only by having credibility, then only will people will come to your center to do business. الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالمي أجمع، وإنها فرصة قل أن تسنح، وأرجو ألا تتفلت من بين أيدينا كما تتفلت الفرص الكثيرة من أيدي المسلمين. في البداية أنا لي تعليق سريع، أنا يعني أخصص مواردي المتاحة كما أشاء في حدود الموضوع. جزء منها عن تعليق سريع على هذا المؤتمر القيم المهم الذي عنون له بعنوان من أخطر ومن أهم ما يكون، الاقتصاد الإسلامي مسيرة 30 عاما. صدقوني يا إخوان إن أنني عندما دعيت إلى المؤتمر بهذا الشكل أنا سعدت في كل السعادة، لأننا سنقف سويا مع بعضنا البعض ننظر إلى الوراء إلى 30 عاما، بل هي أكثر من 30 عاما كما قيل بالأمس، أكثر من كثير، إنما لتكن 30 عاما، لنرى كيف كانت المسيرة، ما الذي أنجز في كل الزوايا المختلفة تحت هذا العنوان الكبير الاقتصاد الإسلامي، وهل الذي أنجز هو الذي كان مؤملا المؤمل أم ما هو الفرق بين المؤمل وبين المنجز؟ فرق في كذا وفرق في كذا وفرق في كذا. لماذا كانت هذه الفجوة بين المؤمل وبين المنجز بالفعل؟ هل كانت هناك أخطاء؟ هل كانت هناك سلبيات؟ هل كانت هناك معوقات؟ ثم السؤال الأخير، كيف التخلص من هذه السلبيات؟ وما هي الرؤية المستقبلية الفعلية الحقيقية للانطلاق بهذه القضية انطلاقة موفقة أكثر مما كانت عليه؟ أنا كنت أتمنى أن لو حصر المؤتمر في هذه القضايا من أوله إلى آخره، من الألف إلى الياء. أما أن تتشعب بنا الطرق، واسمحوا لي اللجنة العلمية، أنا لا أعتقد أخوي، ولكنه قد يكون صريح شوية وقد يكون المهم، لكنها مصارحة لله وفي الله ونصيحة لله وفي الله. كنت آمل، كنت أتمنى أن لو خصص المؤتمر من أوله إلى آخره لتناول هذه القضايا تناول علم، تناول علم معمق، وتطرح الآراء وتناقش والرأي ثم الرأي الآخر كما كان، لكن بكل الأسف لم تتحقق أمنيتي بالشكل الذي كنت أرى. ولا أقول أكثر من هذا في التعقيب على المؤتمر وفعاليته. أدخل في الورقة الكريمة التي قدمها أخونا وشيخنا الدكتور محمد نطلس. يعني اسمحوا لي، في مؤتمر مثل هذا المؤتمر
مؤتمر يحمل هذا العنوان تقدم فيه محاضرة بالأمس، لا أدري هل كانت محاضرة أم كانت الجلسة الأولى، لا أدري كيف أقحمت إقحاما على هذا مسيرة الاقتصاد الإسلامي، عنوان كده كانت مسيرة الاقتصاد الإسلامي، ثم شوية انطباعات وشوية كلمات، هل هذه هي مسيرة الاقتصاد الإسلامي في 30 عاما؟ تقال في 30 دقيقة ولا في 40 دقيقة، وكل واحد من إخواننا الأفاضل يطرح شوية مشاعر وشوية حاجات، لكن هل هذا هو، هل هذه الجدية؟ هل هذا هو الموقف اللي احنا نريده منه أن ننطلق باقتصادنا الإسلامي؟ المعوقات هي الأخرى، قد تقدم فيها ورقة واحدة، وهذه الورقة مهما كانت قوتها ومهما كانت جودتها، هل هي كافية في مؤتمر يحمل هذا الشيء؟ على أي حال هي هناك ملاحظات كثيرة ونأمل أن نتداركها في المستقبل إن شاء الله. أخونا الدكتور رجاء الله قدم معوقات للبحث في الاقتصاد الإسلامي، أنا أتفق معه في 95% من النقد، أتفق معه كثيرا وأتفق معه في همومه وأتفق معه في إن صح التعبير في تشاؤمه من الوضع الحالي ومما قد ينجو في المستقبل، لأن الصورة ليست وردية وليست كذا وليست كذا إلى آخره، لكني أختلف معه في بعض الأشياء، يعني ركز عليها بانفعال وبقوة وما كانت تستحق مثلها. العامل الأول يعني يتهم الحركة الإسلامية المعاصرة بأنها اعتمدت على الكتب العربية في التاريخ وعلى الفقه العربي فقط وعلى الفقه العربي العربي العربي، لا هي ليست عصرية ولا عربية ولا أي شيء، الفقه الإسلامي الموجود بين أيدينا فقه إسلامي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب، أين الفتاوى الهندية وأين يقول إن الأندلس وفقه الأندلس لا 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 لم لم يرى له مجال وفقه المغرب، الله من الذي قال هذا؟ هل فقه الأندلس ليس له نصيب في المكتبة العربية الإسلامية ولا كذا ولا كذا إلى القضية الثانية التي أراها جديرة بال وركز عليها أخونا أسد الزمان هي حكاية إذا دخلت الدولة متاجرة، أما إذا لم تدخل متاجرة فبالمال العام ليس فيه زكاة، نقول المال المستثمر من المال العام تجب فيه الزكاة، وهذا رأي الشيخ محمد الحسن الشيباني اتخذنا به وأوجبنا الدولة أن تدفع زكاتها. أما السؤال في دعاء التدريب، نعم نحن عندنا المعهد العالي لعلوم الزكاة بيشتغل الشغلات اللي هي ذكرتها، اشتغل تدريب وتأهيل المستفيدين حرفيين وغيرهم والشباب الخريجين، يعني الآن نجد كثير من الشباب يعني لا ليس له قدرة باستخدام التقنيات الحديثة في الكمبيوتر، وتجد الشركات تطلب الشخص أن يكون له كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا أهلته معناه خلقت فرص عمل، معناه زدت التنمية، معناه رفعت حالة الأسرة، وكذلك يضم الجانب التطبيقي والجانب الرغابي على الزكاة من الناحية الشرعية لأن عندنا من الفتوى بتقوله، ويقوم بناحية تطوير الفقه نفسه، يعقد مؤتمرات، يعمل بحوث مع أساتذة الفقه ويعقد ورش عمل في هذا الجانب، وكل ما يقوم بها ناحية تطويرية يقوم بها هذا المعهد العالي لعلوم الزكاة، وهو الحمد لله نحن نقول الآن معهد مؤهل تماما، شيخ كامل جزارنا ويعتبر واحد من المعاهد التي سيرتكز عليها في تدريب الزكاة إن شاء الله. تدي صورة إجمالية عن الإعجاز التشريعي في الميراث وتوظيفه في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. والمنهج الذي اتبع في هذا البحث هو منهج علم المناسبة، وأن تعرفون أن علم المناسبة لا يدرس الآية مستقلة عما قبلها وما بعدها وكذا الموضوع وكذا السورة، وتعرفون أيضا أن هناك دراسات أثبتت أن القرآن الكريم من أول آية في سورة الفاتحة إلى آخر آية في سورة الناس كله بهذا الترتيب، لا يمكن تغيير آية ولا سورة من موضعها. آيات أحكام الميراث جاءت ابتداء من الآية 11، شوف
ماذا قبلها فيما يتعلق بموضوع الميراث في إطار منهج علم المناسبة، وماذا بعدها الموضوعات مرتبطة بموضوع الميراث. الآية الأولى في سورة النساء يعني نظر للوقت بتتكلم عن وحدة النوع الإنساني، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الربط مع الميراث يتحدد في الآتي: قامت مدارس فكرية بترى أن الملكية الخاصة وتقنين انتقالها ميراثا قسم البشرية إلى من يملك ومن لا يملك، وقالوا إن تاريخ البشرية هو تاريخ الصراع، وكان الحل في نظرهم هو إلغاء الملكية الخاصة ومعها الميراث. أن تجي الآية الأولى في سورة النساء وقبل أن يعطي القرآن الكريم أحكام الميراث تؤسس لوحدة النوع الإنساني، هذا إعجاز خبري لكنه أيضا إعجاز موضوعي، فيصبح مجتمع الميراث القرآني لا يتحقق فيه ما تكلمت عنه مدارس فكرية متعددة من أن الملكية الخاصة وتقنين انتقالها ميراثا كان سبب لصراع البشرية. من الآية الثانية إلى الآية السادسة حديث طويل على حماية الفئات الضعيفة اليتامى والسفهاء والنساء. ولماذا؟ قالوا أن الملكية الخاصة بطبيعتها تولد نزعة حب جمع الثروة، ولا يتوقع أن كل شخص يجمع الثروة بوسيلة غير مشروعة، فقد يظهر من يجمع الثروة بوسيلة غير مشروعة، وهذه يعني لا يمكن لأحد أن ينكرها. وقالوا أن الذي يجمع الثروة بوسيلة غير مشروعة مظنة الاعتداء على أموال الضعفاء واردة. قبل أن يعطي القرآن الكريم أحكام الميراث جاء بخمس آيات تتضمن أكمل تربية لحماية الفئات الضعيفة، بحيث إذا طبق الميراث فلا ينتج هذه الآثار السلبية التي تكلمت عنها كثير من المدارس، بل تكلم عنها كثير من المفكرين. من الآية السابعة إلى الآية العاشرة تتكلم عن القواعد المنظمة للميراث داخل الأسرة، وأربع آيات البحث لعله يتاح لكم تضمنت سبع قواعد كلية. وبهذا قبل أن يأتي القرآن الكريم أحكام الميراث ابتداء من الآية الحادية عشرة جاء بثلاث مستويات للتربية. المستوى الأول كما يبدو أمامكم في اللوحة اللي هي الآية الأولى، ربط الإنسانية على وحدتها. والمستوى الثاني، ربط المجتمعات على حماية الفئات الضعيفة. والمستوى الثالث، ربط الأسرة على القواعد الكلية الحكيمة للميراث. وبهذا تهيأ الإنسان الذي سوف يتلقى أحكام الميراث أكبر تهيئة ممكنة. ابتداء من الآية الحادية عشرة سوف تجيء أحكام الميراث. من الآية الحادية عشرة تتكلم عن ميراث الأبناء والآباء وبهذا الترتيب. الآية الثانية عشرة تتكلم عن ميراث الأزواج والإخوة وبهذا الترتيب. الآية الثالثة عشرة تتكلم عن مكافأة الملتزم. الآية الرابعة عشرة تتكلم عن عقوبة المخالف. هناك تفصيلات كثيرة جدا، ليس الأمر إعجاز في النظم إنما أيضا في الموضوعات، والبحث أيضا متاح لكم. بعد أن أعطى القرآن الكريم أحكام الميراث جاء بمراجعات للمجتمع الذي تم فيه التوليث. الآيات من خمسة بكم في رحاب جامعة الملك عبد العزيز، وأحب في البداية نتوجه بالشكر الجزيل لجميع من شارك في هذا المؤتمر بالمناقشة وبطرح الأوراق العلمية وبالحضور أيضا. المؤتمر الحمد لله ناقش العديد من الأمور المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وكانت اللقاءات والجلسات مثمرة بالحوار الناضج الصادق والنية الحسنة القوية المطالبة بالتعمق في هذا الأمر والاستمرارية فيه لوضع استراتيجية واضحة لهذا العلم الذي أصبح عصب الحياة لكل الدول ولكل أبناء الأمة بصفة عامة. والحقيقة لجنة التوصيات حرصت على السماع لكل الجلسات ولكل المشاركين، ووضع التوصيات التي تعتقد إن شاء الله فيها الخير وفيها الاستمرارية لهذا العلم. أنا لن أطيل عليكم، ولكن نود أن نسمع البيان الختامي، ثم إن شاء الله تعالى نفتح المجال للمقترحات من قبل الإخوة المشاركين، لعل يكون ذلك فيه خير للجميع إن شاء الله تعالى.